جمع الأعداد العشرية. أصبح الاتصال عبر شبكة الإنترنت ضرورياً في ظل التطور السريع للمعلومات، حيث يمكننا الحصول على أي معلومة نريدها بسرعة كبيرة، ويقاس الاستهلاك بوحدات قياس مثل البايت والكيلو بايت والميجا بايت، ونحتاج أحياناً إلى جمع الأعداد العشرية حتى نعرف كمية الاستهلاك. فهل تعرفون كيف نجمع الأعداد العشرية؟ أجل، سنتعلم ذلك الآن. جمع الأعداد العشرية. عند جمع أعداد عشرية نرتبها وفق خاناتها، مع مراعاة أن تكون الفواصل تحت بعضها، ونعتبر الخانات الناقصة على يمين الفاصلة أصفاراً، ونجمع كما لو كانت الفاصلة غير موجودة، ومن ثم نضع الفاصلة في المكان المقابل للفواصل السابقة في الناتج النهائي. استخدم باحث شبكة الإنترنت للحصول على بعض المعلومات، ولكنه استخدمها على 3 مراحل، فكان استهلاكه في تلك المرحلة 15.23% ميجا بايت في المرحلة الأولى، وفي الثانية 17.1 ميجا بايت، وفي الثالثة كان استخدامه 2.16% من الميجا بايتات. هذه الأعداد أعداد عشرية، إذا أردنا حساب مقدار استهلاكه فعلينا أن نقوم بجمعها. حتى نحسب مقدار الاستهلاك في المراحل الثلاث نجمع الأعداد 15.23% زائد 17.1% زائد 2.16% وفق خاناتها، ثم نجمع من اليمين إلى اليسار 3+6=9، 2+1+1=4، 5+7+2=14. نحمل الواحد للمنزل الأعلى ثم نجمع الناتج 3، ثم نضع الفاصلة في المكان المقابل للفواصل السابقة. بلغ مقدار استهلاك الباحث في المراحل الثلاث 34.49% ميجا بايت. ماذا عن جمع عدد مثل العدد 215 مع عدد عشري؟ ما الحل هنا؟ نكتفي بأن نفترض أن للعدد فاصلة عشرية نضع أصفاراً إلى يمينها. هكذا نجمع العدد بسهولة مع العدد العشري مهما كان. إذن إذا أردت أن أجمع العدد 215 مع العدد 16.317 بالألف، سأقوم بترتيبها على الشكل الآتي. أرتب الأعداد على هذا الشكل، وأفترض أن للعدد 215 فاصلة عشرية وأصفار إلى يمينها، ثم أجمع 0 و7 7، 1 3، ثم 5+6=11، 1، وأحمل الواحد للمنزل الأعلى، ثم أجمع الناتج 3، ثم أنزل الاثنان، الناتج هو 213 و317 بالألف. إذن عملية جمع الأعداد العشرية عملية سهلة للغاية، ما علينا إلا أن نرتب الأعداد وفق خاناتها ترتيباً صحيحاً، ثم نجري خطوات عملية الجمع المعتادة، ونضع الفاصلة مقابل مكانها في الأعداد المراد جمعها. سأترككم مع بعض الأمثلة. 522+1=99%. نفترض وجود فاصلة عشرية وصفران للعدد 522، ثم نجمع 9+9+2+1=3، 2+7 9، ننزل 5. 15.22%+28.91%، 2+1=3، 2+9=11،
نكتب 1 ونحمل 1 للمنزل الأعلى. نجمع 1+5+8 الناتج 14. نكتب 4 ونحمل 1 للمنزل الأعلى. 1+1+2 يساوي 4. نضع الفاصلة في مكانها. يصبح الناتج النهائي 44.13%. 256.22% زائد 15.37% زائد 23.7. 2+7 9. 2+3+7 الناتج 12. نضع 2 ونحمل 1 للمنزل الأعلى. 1+6+5+3 الناتج 15. نكتب 5 ونحمل 1 للمنزل الأعلى. 1+5+1+2 الناتج 9. ننزل 2. نضع الفاصلة. الناتج النهائي 295.29%. والآن سأترككم مع العم الفأر الحكيم وأرنوبة لنرى ما يخبئه لنا من أسئلة وألغاز حول جمع الأعداد العشرية. مرحبا يا عماه، تعلمت اليوم طريقة جمع الأعداد العشرية. هذا جميل، فقط عليك ترتيب الأعداد حسب خاناتها بشكل صحيح. أجل، ثم أجمع وأضع الفاصلة في مكانها. حسنا، تعالي لأطرح عليك مجموعة من الأسئلة. أنا مستعدة. حسنا يا أرنوبة، إذا أردنا أن نجمع العددين 22.15% مع العدد 5+7، كيف تقومين بكتابتها؟ أي من هذه العبارات تختارين؟ أقوم بترتيب الأعداد حسب منازلها، والترتيب الصحيح هو هذا. رائعة يا صغيرتي، احذري من أن تخطئي هنا، فستحصلين على ناتج خاطئ بالتأكيد. حسناً، ما هو ناتج جمع 22 والعدد 30.12%؟ هذا سهل، 22 سأجمعها مع 30، يصبح الناتج 52.12%. أنت تلميذة نجيبة يا أرنوبة. هذا هو جمع الأعداد العشرية. ألقاكم مجدداً مع مهارة جديدة من مهارات الرياضيات نتعلم من خلالها طرح الأعداد العشرية. دمتم سالمين.